طيب مره تانية برحب بيك يا دكتور صفاء. اهلا بيك. مع حضرتك يا دكتور صفاء، اتفضلي يا فندم. اتفضل. بقول لحضرتك ان هما بيبقوا في الفتره بتاعه الامتحانات بيبقوا محتاجين راحه نفسيه وجسديه، وياكلوا اكل متوازن علشان يقدروا ان هما يستوعبوا الدروس اللي هما بيذاكروها، وفي نفس الوقت يبقوا مصحصحين وفايقين للاجابات اللي هما بيحطوها في الامتحان. فبالشكل دوت ان احنا نديهم فتره نوم كافيه، ان هما يناموا السبع ساعات او الثمان ساعات اللي هما ممكن يناموها بالليل او في الفتره اللي هما مظبطينها للنوم، وما يخرجوش من باب البيت الا لازم يكونوا فطرانين، فطرانين فطار متوازن وكامل، بحيث ان هما يروحوا يبقى نسبه الجلوكوز في دمهم كويسه ومظبوطه، ما يبقاش عندهم هبوط او يدوخوا او ومش مستوعبين الدنيا فيها ايه. تمام يا فندم. طيب ايه العناصر الغذائيه المطلوب تواجدها في الوجبات الثلاثه اليوميه يا دكتور صفاء؟ طبعا احنا عارفين ان العناصر الاساسيه هي الكربوهيدرات واللي هي مصدر الطاقه، والبروتين اللي هو مصدر تجديد الخلايا. حيواني او نباتي؟ ايا كان، ايا كان حيواني، سواء بيض، لحمه، سمك، فراخ، ايا كان هو يكون ايه، او نباتي للناس اللي هم ما بياكلوش كده، او ممكن ميكس ما بين ده وده، يعني ممكن اليوم اللي ما ناخدش فيه بروتين نباتي حيواني، سوري، ناخد فيه بروتين نباتي وبيبقى بنفس القيمه الغذائيه بتاعته. زي الفول كده. بالظبط، الفول، العدس، البسله، الفاصوليا، اي حاجه من البقوليات دي بتبقى فيها نسبه بروتين عاليه جدا. في كمان عندنا المشروم، بتبقى نسبه البروتين بتبقى برضو عاليه جدا فيه، يعني في حاجات تانية بتبقى نباتيه بس مش بقوليات يعني. تمام يا فندم. بالاضافه لكده بتبقى محتاجين لمصدر من الـ 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 الحاجات اللي هي بتنمي المناعه بتاعتنا او بتساعد على زيادة المناعة أو قوة المناعة اللي في جسمنا، زي المعادن والفيتامينات. طبعا الكلام ده بيبقى موجود في الخضار والفاكهة بشكل كبير جدا. طيب. فلازم الوجبة بتاعتنا تبقى محتوية على كل الحاجات دي. طبعا في دهون وفي سكريات، بس على حسب الهرم الغذائي احنا بنلاحظ ان الدهون والسكريات دي بتبقى اعلى حاجة في قمة الهرم، يعني بقيمة صغيرة جدا او بنسبة صغيرة جدا من الوجبة. فطبعا العناصر دي كلها ملزمين ان احنا ناخدها في كل وجبة بناخدها في اليوم، سواء فطار او غدا او عشاء. تمام، ده فيما يخص الطلبة والطالبات. طيب جزئية أخرى دكتور صفاء، بعد إذن حضرتك، في ظل الأجواء اللي احنا بنشهدها دلوقتي من تقلبات جوية، إيه اللي تنصح بيه من أكلات أو بعض الأمور اللي بتعزز من جهاز المناعة في مجابهة الأمراض الفيروسية اللي هي منتشرة دلوقتي نتيجة التقلبات الجوية، والناس اللي انخدعت في الجو بدأت تخفف من ملابسها، تحب تقول لهم إيه برضه؟ أقول لهم يهتموا قوي قوي بالمية، بالسوائل، ويهتموا جدا بالخضار والفاكهة. دلوقتي ابتدت الفاكهه الصيفي ابتدت تطلع وابتدت تكتر اكتر كمان في السوق، يعني ما بقاش صنفين بس زي الشتاء. صحيح، بيبقى في اكتر من صنف دلوقتي. لسه قايل لهم كده والله يا دكتور. بالظبط، ما لازم، اصل دي اهم حاجه. عارف حضرتك الحاجه لما بتدخل في مرحله اعداد او طبخ او تتعرض للحراره القيمه الغذائيه بتاعتها بتقل، فالحاجة الوحيدة اللي بناخدها زي ما ربنا خلقها بالقيمة الكاملة بتاعتها هي الخضار والفاكهة. صحيح. فدي أهم حاجة في الدنيا، بتبقى برضو فيها نسب من البروتين، وطبعا بتبقى نسبة أقل شوية بس فيها، بس برضو ما يمنعش على أننا ناخد بقية العناصر الغذائية اللي أنا قلت عليها، اللي هو الكربوهيدرات والبروتين. بس تمام. هي ملحوظة بس صغيرة. اتفضلي فندم. ان احنا لما ناخد الكربوهيدرات، يعني ناخد الكربوهيدرات اللي هي بتبقى صحيه، بمعنى ان احنا لما ناخد عيش، ناخد العيش اللي هو كامل الحبه، يعني هو الميل اللي هو بيبقى العيش الاسمر، مش البراون اللي لونه بني، العيش اللي هو زي العيش البلدي بتاعنا، بيبقى في رده وفي الحبه الكامله، بتبقى نسبه الاستخلاص من الحبه بتبقى قليله شويه، يعني بتبقى عاليه شويه، بحيث ان هي تبقى مثلا 80 او 82 او 86% او ممكن تكون 100% كمان من الحبه، ده بيبقى افضل بكتير من غير اننا ناخد العيش الابيض زي الفينو زي العيش الشامي. يعني دوت طبعا ده مش مصدر صحي ابدا من الكربوهيدرات.
تمام، بشكرك جدا يا دكتور صفاء على هذه المعلومات. نتمنى يا رب ان احنا نحرص على اكل الخضار والفاكهه زي ما قالت الدكتوره صفاء لما ليهم من يعني عناصر غذائيه مهمه جدا لجسم الانسان.